رئيس الوزراء يؤكد خلال المؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية والناشئة أن مصر اعتمدت برنامج إصلاح اقتصادي لتعزيز التنمية والاستدامة الاقتصادية. وزارة المالية الألمانية تقرر تجميد جميع مخصصات الميزانية بعد قرار بعدم قانونية إعادة توزيع أموال القروض القادمة التي لم تستخدم. تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من ضعف الطلب في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي. نشرة اقتصادية مفصلة تأتيكم من النيل للأخبار. أهلا بحضراتكم. أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن مصر اعتمدت برنامج إصلاح اقتصادي لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستدامة الاقتصادية. جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في المؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية والناشئة واللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط التابعتين لمنظمة الإسكو. خلال مشاركته في الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية والناشئة واللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعرب عن سعادته بانتخاب مصر في عام 2022 ممثلة بالهيئة العامة للرقابة المالية رئيسا للجنة الأسواق النامية والناشئة. يسعدنا أن مصر الممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية تم انتخابها في 2022 كرئيس لجنة التنمية والأسواق المالية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. اجتماع اليوم فرصة جيدة لتبادل الخبرات والأفكار حول التعامل مع المخاطر المالية والمخاطر التي الناجمة عن التقنيات المالية وكيفية يمكننا أن نحقق الاستدامة في القطاع المالي. كما أكد مدبولي أن مصر تبنت برنامجا وطنيا للإصلاح الاقتصادي في سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتسريع وتيرة النمو والتنمية في مصر. قامت حكومة مصر باعتماد رؤية مصر 2030 لتتماشى مع الإصلاح الاقتصادي وزيادة معدلات العمالة وزيادة رأس المال البشري وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص. بالفعل بعض الإصلاحات التي قامت مصر بها أدت إلى تحسن في 6 مناطق بأهداف التنمية المستدامة تحقيقها. وأكد رئيس الوزراء أن القطاع المالي غير المصرفي يؤدي دورا حيويا في الاقتصاد. القطاع التمويل غير المصرفي يلعب دورا مهما في الاقتصاد، فالحكومة طبقت عدة تعديلات تشريعية لتعديل الإطار التشريعي والقانوني وبالأخص وضع قوانين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مما أدى إلى الشمول الاقتصادي. ثانيا تعديل القوانين التنفيذية لتوفير الاستدامة وسندات الاستدامة. وفي ختام كلمته أكد رئيس الوزراء أن وقتنا الحالي صعب ومليء بالتحديات، ولكن يمكننا معا مواجهة تلك التحديات وإيكاد الفرص وتحقيق النمو المطلوب من خلال تبادل الخبرات. أحمد أبو الحسن، النيل للأخبار. من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد أن الهيئة تدعم القطاعات غير المصرفية التي تدعم المستهلك. كما أكد فريد خلال فعاليات المؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية والناشئة أكد على دعم الهيئة للاستثمار المصري وذلك لتحقيق التنمية المستدامة. In the video is the non-bank financial regulator for the private insurance practice, insurance companies, private pension funds, capital markets with all of its details and I would say different activities, non-bank financing such as mortgage finance, consumer finance and all of these pillars have been very important for the growth of Egyptian economy and for availing finance for the private sector and that is the key for any market is how to avail the financing for the different users of those of this capital to be able to reach the sustainable development goals and to achieve the growth rates that we are aiming at
that reflects in employability of different players in the economy. I don't want to delve much. I know the time is of essence. استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد خلال استقبالها وزيرة التخطيط والتعاون الدولي القطرية لولو الخاطر، استعرضت رؤية مصر 2030 والتي تعد النسخة الوطنية لأجندة التنمية المستدامة وتحديثها الذي يتوافق مع التغيرات العالمية. وأشارت السعيد في هذا الصدد إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تهدف إلى إيجاد حلول لمشكلات البيئة وتوعية المواطنين عن التغيرات المناخية. كما بحثت مع الوزيرة القطرية سبل التعاون المشترك. من جانبها ثمنت الوزيرة القطرية جهود الوزارة مشيرة إلى تطلعها للتعاون الاستثماري بين البلدين في المستقبل. أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن القيادة السياسية مهتمة بقطاع الزراعة والذي شهد نهضة ودعما غير مسبوق خلال العشر سنوات الماضية، حيث جرى اتخاذ إجراءات استباقية كثيرة، وهذا ما مكن مصر من بناء أنظمة زراعية غذائية مستدامة قادرة على الصمود. وقال الوزير أن مصر من الدول القليلة في العالم التي استطاعت أن تلبي احتياجات الشعب من الأمن الغذائي وتوفر السلع. وأشار أيضا إلى أن الدولة بدأت في التوسع في استصلاح وزيادة الرقعة الزراعية واستصلاح الصحراء رغم أنه يكلف مليارات، إلا أن الدولة كانت سباقة في استصلاح الصحراء لتلبية احتياجات الشعب من الأمن الغذائي. وجه وزير التموين علي مصلح الشركة القابضة للصناعة الغذائية وشركة قابضة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن بالتأكد من ضخ الاحتياجات المطلوبة من السلع الأساسية والقمح والدقيق بالمحافظات المعرضة للأمطار، وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين من السلع التموينية والغذائية. كما قال الوزير أن ضخ السلع بكميات كبيرة بالمخازن يأتي لتجنب أي أزمات في السلع التموينية قد تحدث عند سقوط الأمطار بغزارة، مؤكدا أن هذا الإجراء يتم اتباعه سنويا مع موسم الشتاء. أشاد وزير الري والموارد المائية دكتور هاني سويلم بالدور الهام للمركز القومي لبحوث المياه باعتباره الذراع البحثية للوزارة في وضع حلول معتمدة للبحث العلمي والابتكار وإعداد دراسات بحثية وافية لمواجهة تحديات المياه في مصر. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير لمتابعة المجهودات الحالية والرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل البحثي بالمركز، بالإضافة لمتابعة معايير تقييم الأداء والخطط البحثية. وأكد وزير الري على ضرورة تعزيز التعاون بين المركز والجهات البحثية المتخصصة على مستوى العالم. صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار بأن جهاز تنمية القاهرة الجديدة سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 26 نوفمبر وحتى يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر في تسليم الدفعة الأخيرة من الوحدات السكنية بمشروع الإسكان المتوسط دار مصر المرحلة الثانية بمنطقة الأندلس، وذلك للأكواد 211 311 431 بمدينة القاهرة الجديدة. أوضح الوزير أن التسليم سيكون في المواعيد المحددة وفقا للمعلن من جهاز المدينة. تنطلق الخميس المقبل أولى اجتماعات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي بمقر وزارة المالية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية. يترأس الاجتماع وزير المالية محمد معيط والشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني. ويهدف الاجتماع لبحث عدد من أوجه التعاون والمبادرات المشتركة بين البلدين. نظمت وزارة التربية والتعليم ندوة بهدف الإعلان عن مشروع دور ريادة الأعمال الذي يعد أحد مشروعات الوزارة التي تؤكد الاهتمام بالأنشطة التربوية. نتابع.
دوري ريادة الأعمال والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنية والذي يعد أحدث مشروعاتها، تم الإعلان عنه خلال الندوة التي نظمتها الوزارة على هامش معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا. ريادة الأعمال جزء لا يتجزأ، زي ما قلت في الكلمة احنا مش عايزين موظفين، ما عادش في حاجة اسمها موظف. يعني انا لازم اقول الكلمة دي للأسر المصرية، ابنك مش مجرد حصوله على شهادة فقط هتديله فرصة للعمل، لا، ابنك محتاج مهارات كتيرة عقلية وذهنية مختلفة، قدرته على تحمل المسؤولية، هي دي قدرته على القراية اكتر والبحث. يعني لما يبقى فيه اعلان عن مسابقة يعرف يجمع فيها ويعرف يجمع معلومات عنها، فانما حصولك على الشهادة فقط لا مش هينفع. فاحنا كوزارة التربية والتعليم ريادة الاعمال محطوطة عندي في المناهج الجديدة، خاصة المرحلة الاعدادية كمان، وهي موجودة في الابتدائي بس احنا ركزنا عليها اكتر في المرحلة الاعدادية. وخلال الندوة تم الاعلان عن اطلاق موقع لتلقي جميع الافكار في مجال ريادة الاعمال للطلاب بما يساهم في اختيار المشروعات الاكثر اهمية ودعمها. دور ريادة الاعمال زي ما انتم شفتوا كده النهاردة القاء الضوء عليه، وعشان كده الدكتورة ايبان حسن اللي هي مسؤولة الانشطة في الوزارة بحيث يبقى في دوري على المستوى الادارة التعليمية ثم المديرية التعليمية ثم الجمهورية على مستوى الجمهورية، وبالتالي نعمل حالة يا جماعة. انا بس معلش مش مجرد ان ادور على حد فائز، لو دورنا على حد فائز فقط لغير يبقى احنا فريق او اتنين او ثلاثة، انا عايز دي تبقى حالة في التعليم، حالة في الاسر، حالة عند الطلاب. طلع عندنا افكار اكتر مما احنا كنا متخيلين، عندنا مشاكل كتير نقدر نحلها بطرق مبدعة جدا وبطرق سهلة بتفكيرنا الصغير ده، فاكيد دوري ريادة الاعمال هيكون حاجة كبيرة جدا لو شارك فيه زمايل ليا. دوري ريادة الاعمال يؤكد على ان الوزارة تولي اهتماما بالغا بالانشطة التربوية والرياضية بهدف خلق جيل جديد من الطلاب المبدعين واكتشاف مهاراتهم وتنميتها وصقلها. مشروع ريادة الأعمال والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ويعد من أحدث مشروعاتها يؤكد على أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة التربوية والتعليمية والرياضية لخلق جيل جديد من الطلاب المبدعين. ولاء الحديني، النيل للأخبار. ومن مشروع دوري ريادة الأعمال الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم إلى أوروبا، حيث أفادت مصادر صحفية ألمانية بأن وزارة المالية قد قررت تجميد جميع مخصصات الميزانية تقريبا بعد قرار المحكمة الدستورية بشأن عدم قانونية إعادة توزيع أموال القروض القديمة التي لم تستخدم. ومن شأن هذا القرار أن يؤثر على ميزانيات جميع الوزارات تقريبا، ولن يكون من الممكن دفع مبالغ إضافية في المستقبل إلا في حالات استثنائية وبعد موافقة وزارة المالية الألمانية، وذلك لتجنب عبء الميزانية الذي لا يطاق في المستقبل. كما سيؤثر القرار على تمويل التدابير الحكومية للحفاظ على أسعار الطاقة والكهرباء. ونذهب سريعا إلى أسواق النفط العالمية، حيث تراجعت العقود الآجلة للنفط اليوم مخالفة بذلك اتجاهها الصعودي في اليوم السابق، إذ طغت المخاوف المتعلقة بضعف الطلب في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي على احتمال زيادة خفض الإمدادات من جانب منظمة الدول المصدرة البترول أوبك وحلفائها ومن بينهم روسيا. وانخفضت العقود الآجلة لخام مزيج برنت 2% لتصل إلى 82.13 دولارا للبرميل. كما تراجع سعر الخام الامريكي الوسيط 12% ايضا ليصل الى 77.68 دولارا للبرميل. نهاية النشرة الاقتصادية المفصلة، وهذا تذكير باهم ما جاء بها من عناوين. رئيس الوزراء يؤكد خلال المؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية والناشئة أن مصر اعتمد برنامج إصلاح اقتصادي لتعزيز التنمية والاستدامة الاقتصادية. وزارة المالية الألمانية تقرر تجميد جميع مخصصات الميزانية بعد قرار بعدم قانونية إعادة توزيع أموال القروض القديمة التي لم تستخدم. وأخيرا تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من ضعف الطلب في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي. ختام النشرة الاقتصادية، وجزيل الشكر لحسن المتابعة، ودمتم في أمان الله وحفظه.